الرمان والنشا. وصفتنا النهاردة حكاية، وصفتنا روعة، هتغسل بشرتك من الأعماق، هتخلي بشرتك دي زي بشرة البيبي هاد، بدون بقع بدون سواد، هتشلك التصبغات الجلدية وهتشلك التجاعيد العميقة اللي بتكون في الوجه، هتخليكي بنت 16 سنة مهما كان عمرك، هتخلي بشرتك دي بيضة زي القشطة، بدون هالات سوداء وبدون تجاعيد وبدون سواد. بالله عليكي لايكات كتير للفيديو يا بنات، علشان الفيديو ده عايزاه يوصل لأكبر عدد من الناس. يلا بينا على الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهارده ان شاء الله هعمل معاكي وصفة حلوة جدا لإزالة التجاعيد والتفتيح لون البشرة وإزالة التصبغات الجلدية. كمان البشرة تنفع جدا جدا للهالات السوداء وكمان انتفاخات تحت العينين. الوصفة يا بنات حلوة قوي لكمان إزالة لو عندك بقع عنيدة في الوجه أو أثار حبوب بتشيلها تماما. الوصفة طبيعية 100%، فوائدها رهيبة. انا كنت عاملاها قبل كده بس انا المره دي هعملها بطريقه مختلفه لحبايب قلبي اللي كانوا طالبينها مني بطريقه مختلفه خالص. الطريقه دي هتمشي مع جميع البشرات. قبل بقى ما نعمل الوصفه دي هعمل معاكم مقشر رهيب للبشره لازاله اعمق التجاعيد، بيغسل بشرتك غسل، بيشلك الجلد الميت. ده لو عملتيه كل 15 يوم هتلاقي نتائج فيه، هتلاقي بشرتك دي جلدك ده بيتغير كده. يلا بينا نعمل الوصفه بتاعت المقشر وبعد كده هنعمل الوصفه الاساسيه. قبل ما ابدا وصفتي، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس امرا. اول حاجه حبايب قلبي، المقشر اللي معايا النهارده ده ينفع لجميع البشرات، البشره الحساسه، البشره الدهنيه، البشره المختلطه، اي يعني بصي المقشر ده هينفع لجميع البشرات، بيغسل البشره جدا يا بنات، هيغير جلدك 180 درجه. لو انتظمتي عليه كل 15 يوم هتلاقي تقشير وتبييض لبشرتك بشكل سريع وفعال، كمان بيفتح البشره جدا. واول مكون في المقشر بتاعنا ده وهو المكون الرهيب ده، المكون ده يا بنات يمكن تكون انت ما جربتهوش في التقشير، رهيب لتقشير البشره، وهو الرز المطحون. الرز المطحون من الحاجات الحلوه جدا جدا لتقشير البشره وازاله التجاعيد وغسل البشره من الاعماق. هاخد من الرز المطحون بتاعي معلقه كبيره بالشكل ده، جربيه مش هتندمي، رهيب. معايا بقى الكيس الرهيب ده لازاله التجاعيد والجلد الميت، وكمان بيزلك لو عندك حبوب في بشرتك، كمان بيزلك اثار الحبوب، بيشلك الجلد الميت نهائيا، وبيخلي بشرتك كده بتتنفس، هيخلي بشرتك تتنفس، اللي هو النعناع المجفف. هاخد مقدار من النعناع المجفف بالظبط كده، معلقه كبيره من النعناع المجفف المطحون، تمام، مع الرز المطحون بتاعي. جربي المقشر ده، بصي انت ما جربتوش ويعني اول مره اكيد هتجربيه، مقشر رهيب للبشره. هبدا ان انا بقى احط معايا هنا ميه الورد، وهبدا اخد من ميه الورد بتاعتي بالشكل ده كده معلقه كبيره. وزي ما قلت المقشر ده ينفع جدا جدا لجميع البشرات عشان ما فيهوش زيوت، بس لو انت بشرتك جافه يبقى الافضل ليكي انك تحطي بدل ميه الورد هتحطي زيت زيتون عشان يديكي مع التقشير ترطيب لبشرتك. هتبداي حبيبه قلبي تاخدي المقشر بتاعك ده، النعناع المجفف مع الرز المطحون مع ميه الورد، او زي ما قلت لو بشرتك جافه حطي زيت زيتون. هتبداي تاخدي المقشر بتاعك ده وهتبداي تيجي على بالشكل ده كده، هتبداي تيجي على وجهك وعلى ايديكي وعلى رقبتك، وهتبداي تدعكي بشكل دائري، والدعك ده مهم جدا جدا للتقشير. هتفضلي تفركي في بشرتك بالمقشر ده لمده دقيقه كامله. بعد ما تفركيه هتبداي تسيبيه دقيقتين كمان، يعني الموضوع هياخد له 3 دقائق، دقيقه فرك وبعد كده هنسيبه دقيقتين، بعدين هنغسل بشرتنا بالميه الدافيه ونقفل مسام البشره بالميه الساقعه. انتظمي على المقشر ده، رهيب لبشرتك وهيخلي بشرتك دي بصي هتتغير 180 درجة بجد. طيب دلوقتي بقى هنعمل وصفتنا الأساسية، وطبعا الوصفة بتاعتي دي هتبقى مكونة من مكونين أساسيين، هو قشر الرمان والنشا. طيب دلوقتي أنا معايا هنا تمام قشر الرمان الطازج،
تمام. طيب انا كنت عامله وصفه بقشر الرمان الطازج، بس بنات كتير قالوا لي يا مايا احنا عايزين الوصفه تكون بقشور الرمان المجفف، فالنهارده هعمل لك الوصفه بقشر الرمان المجفف رهيبه للتفتيح، وبتديكي نتائج رهيبه زي بالظبط ما هتستخدمي القشور الطازجه. كل اللي انا هحتاجه هحتاج معلقتين كبار بالشكل ده كده، معلقتين كبار بالشكل ده من النشا او الكورن فلاور، معلقتين كبار. الوصفه دي كمان تنفع للاماكن الحساسه وتنفع للجسم كله لانها بتفتح البشره قوي، كمان زي ما قلت بتشلك الخطوط والتجاعيد مع المداومه عليها. هبدا اخد معلقتين كبار من النشا او الكورن فلاور وهبدا احط عليهم معلقه كبيره من الرز المطحون بالشكل ده كده، وهبدا اقلب النشا مع الرز المطحون بالشكل ده كده مع بعض. طبعا الرز يا بنات المطحون من الحاجات الحلوه جدا جدا لتفتيح لون البشره ولشد التجاعيد. تمام، هبدا اقلبهم بالشكل ده كده مع بعض. طبعا انا حطيت كميه كبيره شويه علشان لو انت حبيتي تستخدميها لرقبتك ولايديكي، لو كان في سمار عندك او تجاعيد تبداي تحطيها. الوصفه دي كمان بتتحط تحت العينين. هبدا بقى ان انا اجيب قشر الرمان بتاعي المجفف بالشكل ده. تمام، الافضل ليكي ان انت تجففيه في البيت، بيكون افضل وانضف واحسن، ما تشتريهوش من عند العطار مجفف، بيكون برضو يعني مش مضمون. بتجيبي قشر الرمان بتاعك ده وبتبدأي تغسليه وتنشفيه وتحطيه في صينية عندك على ورق زبدة كده، وتحطيه في الفرن على درجة حرارة عالية في نص الفرن، وبعد كده بتسيبيه 3-4 دقايق كده، وبعد كده بتقفلي النار وبتسيبيه ينشف. هينشف معاكي وتطحنيه، او ممكن تجيبيه من عند العطار، بس انا بقولك الافضل انك تطحنيه انت في البيت وتفرميه في البيت وتجففيه احسن. حطينا معلقة من قشر الرمان المجفف بالشكل ده كده، وهنبدأ ان احنا نقلبهم مع بعض بالشكل ده. هنبدا بقى نجيب معايا هنا زي ميه الورد، وهبدا اخد من ميه الورد بتاعتي، ادي معلقه اتنين، معلقتين من ميه الورد بالشكل ده كده على المكونات بتاعتي دي. تمام، وهنبدا ناخد برضو ربع كوبايه من الميه العاديه، يبقى معلقتين من ميه الورد على ربع كوبايه من الميه العاديه، وهتبداي تقلبي مكوناتك دي كده كويس بالشكل ده كده. لحد ما تلاقيهم دابوا مع بعض كويس قوي، الرز المطحون والنشا والقشر الرمان. تمام، بالشكل ده كده لحد ما تلاقيهم بصي دابوا خالص عشان ما يبقاش فيهم اي تكتلات خالص. بعد ما هنقلبهم كده لحد ما يكونش فيهم اي تكتلات، هتبدأي ان انت تاخدي المكونات بتاعتك دي وترفعيهم على نار هادية. تمام، لحد ما بعد التقليب المستمر لحد ما يتقلوا معاكي، بس ما تخليهمش يتقلوا قوي، يعني اول ما تحسي ان هما تقلوا ابدأي ان انت قلبي وقفلي على طول النار بتاعتك. بصوا يا حبايب قلبي اهو بقى زي ما انت شايفه كده كريم. هتبداي ان انت بصي بقى يا حبيبه قلبي، لو انت بشرتك جافه هتحطي معلقه من زيت الزيتون او زيت اللوز الحلو. ليه؟ علشان يديكي ترطيب لبشرتك، بشرتك ما تنشفش. لو انت بشرتك دهنيه ما تحطيش زيوت. هتبداي تاخدي منه كده، وهتبداي ان انت بالشكل ده كده تدعكي وتفركي بشرتك بيه، ولازم تفركي بشرتك بيه علشان الفرك ده بيكون كويس جدا وبيساعد على التفتيح. هتبدأي تاخدي منه كمية حلوة وتبدأي ان انت تفركيه على بشرتك بالشكل ده كده، وعلى رقبتك، لازم رقبتك علشان ما يكونش فيه فرق ما بين الرقبة وما بين الوجه في التفتيح. وهتبدأي تسيبيه ينشف على بشرتك لمدة 20 دقيقة. بعد كده لو انت بشرتك حساسة ما تشيلوش عن طريق الفرك، لو انت بشرتك عادية يعني مش حساسة بتبدأي ان انت بعد ما ينشف تشيليه عن طريق الفرك، ده بيساعد برضو على التفتيح وشد الوجه. هتستخدميه مرتين في الاسبوع وشوفي النتائج بعينيكي وجربيه. عايزاكي قبل ما تحكمي على الوصفة تقومي تجربيها حالا، جربيها وتعالي قوليلي رأيك بصراحة وبمنتهى الصدق عملت معاكي ايه بالظبط،
لانها ان شاء الله باذن الله بتدي نضاره وتفتيح من اول مره. يا رب اكون قدرت افيدكم بالفيديو، اتمنى تجربوا الوصفه وتكتبوا لي في الكومنتات رايكم، ومستنياكم ان شاء الله في وصفه جديده. اشوفكم على خير حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.